فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب تقدمت للزواج لأسر كثيرة وأرد لسبب ولغير سبب، وقد ضاقت بي الأرض، فأرجو الدعاء لي بأن يسفر الله لي أمري، أثابكم الله. فقط الدعاء ما هي مشكلة، أقول اللهم يسر أمور المسلمين، صلى الله بعزتي وجلاله أن يرزق الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، زوجة تخاف الله فيك وتتقيه، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين. وأخي في الله، لا تتأثر بهذا، قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة، فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء، قد ترى المرأة كأحسن ما أن ترى من جمال، ولكن ذريتها لا خير فيها، وقد ترى المرأة فتعجبك فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها، فالله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم، من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم. فأحسن الظن بالله. وكان الأخيار يتفاءلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم، لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان، يبحث عن وظيفة، يبحث يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولكن الله يوسعه. وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب، يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه، ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون، ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نفسها وذريتها. فأحسن الظن بالله، وإياك أن تعجز. أخي في الله، أمور الدنيا سهلة، الأهم أمور الآخرة، أما أمور الدنيا كلها سهلة، وفي الدعاء المأثور، ولا تجعل الدنيا أكبر همك. إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها، إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها، إذا بحثت عن السيارة، عن أمور الدنيا، لا تجعلها أكبر همك، ولا تقول ضاقت علي. بعضهم يقول والله ما أعرف كيف أصلي، لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف. بعض طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم، وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر، فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية، وهذا من كيد الشيطان بالإنسان. فليحذر المؤمن الموفق، ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا، نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا. إياك ثم إياك، إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيلا. ولذلك الشيطان يخدع الإنسان. مثلا بعض طلبة العلم يريد الزواج، يبحث عن زوجة، أول شيء يجمع الأحاديث الواردة في الترغيب في الزواج، يحفظها ويحفظ حتى من أخرجها، بل حتى أسماء الرواة الذين رواها والشراح الذين شرحوها وأوجه الشرح فيها، حتى إذا أتقن هذا كله ذهب يبحث عن الزوجة. فيبدأ الشيطان يمكر به ويقول له، يصبح يقول: أنا أخاف الفتن، أخاف أن أفتن في ديني. نعم، لا شك أن الإنسان يخاف الفتن، لكن أخي لا تسيء الظن بالله عز وجل، أنت بحثت وبذلت السبب ولم يتسأل، أتغالب القدر؟ ما لك في هذه الحالة إلا الصبر.
إذا وجدت شيئا من أمور الدنيا يعجزك إياك أن يتلاعب بك الشيطان. البعض يجلس مثلا يبحث عن الزوجة شهرا، من يجلس سنة يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به. فيأتي الشيطان فقيه، لكن فقيه في ماذا؟ في الشر لا في الخير. فيأتي ويقول له كيف تطلب العلم وأنت ترى الفتن والمحن وترى كذا وترى كذا، ويبدأ يهول له الأمور. والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك، وإن اشتغلت بهذه الأمور وأعطيتها أكثر مما تستحق فأصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت، ضاقت عليك الأرض بما رحبت عشان ما وجدت زوجة. أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوج؟ لا أخي بالله، لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك. تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة، تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول، تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشع، تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجدة فصرفه الشيطان عن ربه، تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به، تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام، فيبكي بكاء الحزن والشجا والألم على فوات سعة الآخرة. هنا تضيق الأرض بما رحبت. الآخرة اجعلها أكبر همك ومبلغ علمك. تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله. أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك.